شو يعني البريب وكيف بيشتغل البريب بجسم الإنسان ولمين بينصح البريب وشو الفرق بين البيب والبريب؟ حجاوبكن على هالأسئلة بهيدا الفيديو التوضيحي، خليكم معي. مرحبا، اسمي إبراهيم من سفرة كولن. سفرة كولن هي مجموعة ذاتية التنظيم من أفراد مجتمع الميم اللاجئين. بالنيابة عن دوتش إتس هيلفي حقدم لكم مجموعة من الفيديوهات التوضيحية حول فيروس نقص المناعة البشرية الإيدز والجنس الآمن. إذا ما حضرتوا الجنس الآمن الجزء الأول فبنصحكم احضروه قبل ما تتابعوا هذا الفيديو. PrEP هو اختصار لـ Pre-Exposure Prophylaxis، يعني علاج لمنع حصول العدوى قبل التعرض لها. PrEP هو طريقة جديدة للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية، بحيث الأشخاص الغير مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية بيستخدموا الأدوية المضادة للفيروس لتقليل خطر الإصابة بحال تعرضوا للفيروس. إذا استخدم البريب بشكل صحيح بيحمي مثل الواقي الذكري والواقي الأنثوي. مهم نعرف إنه البريب ما بيحميك من الأمراض المتنقلة الجنسية الأخرى، والبريب منو علاج شافي لفيروس نقص المناعة البشرية. البريب هو دواء مضاد لفيروس نقص المناعة البشرية، بيستخدم في العلاج المضاد للفيروسات القهقرية الـ ART، يلي بيجمع بين عنصرين أساسيين بمادة واحدة، إيمتريفا والتونوفير بيجمعهم بمادة لتروفادا. لتروفادا بتمنع فيروس نقص المناعة البشرية من إحداث عدوى بالجسم عن طريق منع التكاثر. كل شخص غير مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية عمره 16 سنة أو أكثر وعنده خطر عالي للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، البريب مخصص للأشخاص يلي بيمارسوا الجنس الغير محمي مع أشخاص من مجموعات بينتشر فيها الفيروس نقص المناعة البشرية بشكل أكبر من بقية السكان. بألمانيا بينصحوا البريب عادة للرجال يلي بيمارسوا الجنس مع رجال أو الأشخاص العابرين جندرياً يلي مارسوا الجنس الشرجي بدون واقي ذكري خلال 3-6 أشهر الماضية، يلي انصابوا بعدوى منقولة جنسياً خلال السنة الماضية، يلي عندهم شريك مصاب بالفيروس وعنده حمل فيروسي قابل للكشف. للحصول على وصفة البريب لازم تشوف طبيب مختص وتعمل التحاليل الإلزامية. قبل ما تبلش بالبريب لازم تعمل اختبار فيروس نقص المناعة البشرية ولازم تكون نتيجته سلبية. إذا كنت مصاب بالفيروس وأخذت المكونين فقط الموجودين بالبريب ممكن يتكاثر فيروس نقص المناعة البشرية ويكون مناعة ضد الدواء. لازم كمان تفحص وظائف الكلى قبل ما تبلش بالبريب، وإذا كان عندك مشاكل بالكلى ما تاخد بريب. لازم كمان تعمل فحص لفيروس التهاب الكبد الوبائي B وتتأكد إنه عدم وجوده بالجسم، لأن بحال كنت مصاب بفيروس التهاب الكبد الوبائي B ووقفت البريب بمرحلة ما ممكن تسوء حالة التهاب الكبد B. تذكر إنه فيك تاخد طعم ضد التهاب الكبد الوبائي B. وأخيرا لازم تعمل فحص مخبري للكشف أيضا عن التهاب الكبد C، الزهرة والسيلين كلوميديا قبل ما تبلش العلاج. لما تبلش استعمال البريب يوميا بيستغرق يومين على الأقل ليوصل لمستوى حماية عالي ضد فيروس نقص المناعة البشرية عند ممارسة الجنس الشرجي. أما للجنس المهبلي بتاخد القصة 7 أيام. لازم تفحص فيروس نقص المناعة البشرية بعد 4 أسابيع لما تبلش وبعد كل 3 أشهر. كمان بينصح بإجراء فحص التهاب الكبد الوبائي C كل 6 أشهر ل 12 شهر، والزهري كل 3 أشهر، والسيالين كل 3-6 أشهر، كلوميديا كل 3-6 أشهر، وكمان لازم تفحص وظائف الكلى بانتظام كل 3-6 أشهر. بس تقرر توقف تاخد البريب لازم تستمر تاخد البريب لمدة 2 أيام من آخر مرة عملت فيها جنس شرجي غير محمي، ولمدة 7 أيام بحال مارست جنس مهبلي.
في طريقتين لاستخدام البريب، حبة يومياً أو الاستخدام عند الحاجة. الطريقة الأولى هي أنه تأخذ حبة يومياً، يعني بتتناول التروفادا بالبريب كحبة يومية وبنفس التوقيت. فيك تاخدها مع الأكل أو بدون الأكل. للاستفادة الكسوة من الدواء لازم تلتزم بتناوله يومياً، بحال نسيت مرة واحدة ما تعطي الهم ما حيضرك هالشي. الطريقة الثانية استخدام البريب عند الحاجة، يعني اتباع استراتيجية الجرعات المحددة على الشكل التالي: خد حبتين بريب مع بعض بنفس الوقت، يعني جرعة مضاعفة بين ساعتين لـ 24 ساعة قبل ما تعمل علاقة جنسية، ترجع بتاخد حبة واحدة بعد 24 ساعة من الجرعة الأولى، بعد 24 ساعة من الجرعة الثانية خد حبة تانية. بس لازم تنتبه، إذا كنت عم تعمل سكس متواصل خد حبة بعد 24 ساعة وحبة تانية بعد 48 ساعة من آخر اتصال جنسي. نصيحة مني، إذا لقيت هالطريقة صعبة ومعقدة إنك تلتزم بجدول الجرعات حسب الحاجة، فيمكن هيدي الطريقة مش مناسبة لإلك، فخليك على الحبة يومياً. البريب آمن جداً، لحد هلأ ما تم التبليغ عن مشاكل خطيرة للأشخاص اللي عم يستعملوه. ممكن يسبب البريب عوارض جانبية خفيفة مثل الإسهال، لعيان النفس أو وجع راس. هيدي العوارض الجانبية منها خطيرة وعادة تتحسن مع الوقت بس يتعود جسمك على البريب. معظم الأشخاص يلي بياخدوا بريب ما عندهم عوارض جانبية نهائياً. إذا كان عندك عوارض جانبية عم تزعجك وما عم تروح، فاستشير الحكيم تبعك، ممكن هو يساعدك كيف تتعامل مع هيدي العوارض. للرجال العابرين جندرياً ما في أي تأثير من البريب على العلاج الهرموني اللي عم تاخدوه. PEP هو اختصار لـ Post Exposure Prophylaxis، يعني الوقاية بعد التعرض للفيروس لمنع حصول العدوى. هاي استراتيجية الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية، بحيث بيتناول الشخص الغير مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية أدوية فيروس نقص المناعة البشرية بعد تعرضه للفيروس لتقليل خطر الإصابة بالعدوى. PEP عبارة عن دورة من الأدوية مدتها شهر، ولازم تبلش فيها بأقرب وقت ممكن من لما تتعرض لخطر الإصابة بالفيروس، بمدة ما بتزيد عن 48 ساعة. إذا ما كان عندك تأمين صحي، ممكن تاخد البريب من مراكز خدمة فحوصات الايدز اسمها التشيك بوينت، أو لازم تتحمل مصاريفه شخصياً. لمزيد من المعلومات وعناوين حول مراكز الوقاية وخدمات الايدز بالإضافة للأطباء المختصين بالموضوع، بتلاقيهم بالرابط الظاهر على الشاشة. حضروا الفيديوهات الجاية عن طرق ممارسة الجنس الآمن واختاروا اللي بيناسبكن، ممكن تكون طريقة أو أكتر. أكيد فيكن تجمعوا بين عدة طرق مع بعض. ما تنسوا تشاركوا الفيديو على السوشيال ميديا ليستفيد أكثر عدد من الأشخاص من هالمعلومات.